نعم لعبا للمباريات ياتي بعده الاتحاد باربع صافره البدايه ايها الاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه اجمل تحيه مني محدثكم عبد الله الغامدي واصفا ومعلقا، وان شاء الله مستمتعين بدقائق لعب ممتعه ما بين الفريقين، ما بين الاتحاد اللي على يسار الشاشه بلونه الاعتيادي المعروف بالاصفر والاسود، على اليمين التعاون بالابيض كاملا في مباراه اليوم. بماذا؟ بالتاكيد يبحث عنه باولو سيرخيو. الان انطلاقه تعاونيه، خطا كبير من زياد، الكره وصلت الى ناحيه اليسار عند اميسي، اميسي لعب على لاعب لعيب هيلتون قويه. اوهو لسه 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 لسه، والكره بتتخلص الى كورنر ما بين روما وبيشي، الكره الان الى فيتشو. يا لعيب يا لعيب رومارينيو، الان رومارينيو عرضيه وكره، والله ابن البدايه ابن البدايه الانتي ناويها الليله، ناويها ردا لثأر مباريات الموسم الماضي. مهما كانت احداث المباراه، لان مباراه ستبقى مفتوحه لكل الاحتمالات. فيتشو وصل الكره رومارينيو، لكن ماتشادو في التغطيه، ماتشادو يلعب بالنار يلعب بالنار، الكره وصلت الى البيشي، البيشي مر، البيشي سقط، الكره الى خطا لمصلحه الاتحاد. اللاعب اللي مثل ايضا اتلانتا، اللاعب اللي شارك مع الاتحاد في موسم واحد ل 15 مباراه، كره الى الامام بتصل باتجاه كامارا، كامارا كامارا كامارا، اوهو الكرة بتعود عند ساندرو، ساندرو ممكن يشوت، ممكن يشوت، يجرب ساندرو ويسدد، الكرة بتصل إلى فواز القربي، حارس المرمى اللي يتحصل عليها. فيتشو عند كورنر آخر لمصلحة الاتحاد، ثالث كورنر على التوالي للاتحاد للأصفر، الكرة عند فيتشو عالية طويلة رأسية، أوهو الثالثة ثابتة يا عميد، الثالثة ثابتة يا عميد. أي تقدم وأي إبداع، الإتي في ثالث ركلة ركنية يسجل معها الهدف الثاني، لكن ماذا هنالك يا تاسوس؟ أها فيها لقطة للفيديو، ممكن ارتقاء زياد مع ساندرو مانويل، ممكن ممكن تاسوس راح يشوف اللقطة ويروح لي متابعة اللقطة بنفسه لمشاهدة هل الهدف شرعي، هل ارتقاء زياد كان صحيح، هل الكرة أيضا مهمة جدا، هل الكرة اصطدت بيد زياد الصحفي. هذه نقطة مهمة جدا، لأن التعديل الجديد في القانون بأن أي لمسة يد من المهاجم ينتج على هدف يلغى مباشرة، سواء كانت بطريقة متعمدة أو لا. على كل حال هذه اللقطة أمامك، هذه اللقطة أيضا أمام الحكم اليوناني، أعتقد بأن الكرة اصطدت بيد زياد، وأعتقد بأن اليوناني سيلغي الهدف. أعتقد نعم نعم، هو يشير لزياد، بذلك اليوناني يلغي الهدف ويحتسب خطأ لمصلحة التعاون. عالية وطويلة إلى الأمام، توام باستلام وكريم في التغطية بشكل جيد، كريم المطالبة بخطر ومارينيو مررها، فيتشو 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 فيتشو، الله عليك، الأرجنتيني يسجل الثاني لمصلحة الاتحاد. كرة إلى نيلتو، مرور تمرير توابع على برا، موجود 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 اللي هو ربيع، لكن التصدي من الدفاعات، الدفاعات تقاتل من اجل نظافه الشباك. عاد في التوقيت السليم كمارا الى فيتشو، فيتشو استلم، فيتشو مرر، الكره وصلت الى البيشي، الى روما الى روما، رومارينيو وكاسيو في التغطيه، كاسيو كاسيو يلعب دور الليبرو في اللقطه الماضيه بعد كره جميله من البيشي. هذا فيتشو اللي مرر، الكرة وصلت إلى البيشي، البيشي يبحث عن روما، الكرة وصلت إلى كبارا، مر كبارا سدد قوية، أوهو عادت من جديد عند الشنقيطي وعادت إلى خطأ لمصلحة التعاون. أعتقد بأن الحكم لا استأنف اللعب، وبذلك هي آخر كرات شوط المباراة الأول. أيها الأحبة صافرة اليوناني تنهي شوط المباراة الأول، شوط
اتحادي مميز، شوط اتحادي بأداء بارع وبنتيجة مثالية وبأداء مميز للغاية بصراحة من قبل جانب السييرا وأبناء في مباراة اليوم. أيها الأحبة، أيها السيدات والسادة، شوط أول اتحادي بهدفين دون رد في شوط المباراة الثاني. بالنسبة للاتحاد اللي قدم شوط بارع جدا، شوط تفوق فيه سيرا، نستطيع أن نقول بأن سيرا في شوط المباراة الأول خنق باولو سيرخيو تكتيكيا وقدم أداء كبير جدا. نعم هي السلاح، وأي سلاح، أي سلاح، أي سلاح، فتاك فتاك فتاك، هذا الاتحاد فتاك. أحضرت يا كمارا، كريم أيضا عطل في الكرة ورومارينيو يعود ومد الله بكرة عالية رأسية، فرصة فرصة يا أي محاولة بتضيع، الفريق مستعجل لكن الآن ذاك التمريرة روما، الله كل الطرق تؤدي إلى روما، يقولون بأن كل الطرق تؤدي إلى روما. أربع دفاعات، آه منك يا غدار، آه منك يا ماكر يا مخادع. وكورنر الآن، كرة ثابتة، منصور أيضا مميز في الكرات الثابتة عالية، الله تقليص الفارق. نعم تقليص الفارق يأتي الآن لمصلحة التعاون. تسديدة ممكن، نعم تسديدة قوية من هذا المكان، والكرة بتمر جانبية وبتنتهي إلى كورنر. الآن كورنر لمصلحة التعاون عند أهل، الله الله فرصة، أوهو الكرة باتجاه كريم، كريم اليوم غياب سميري أيضا واحد من الأسماء الجيدة، كرة ملعوبة إلى الأمام، بريتشوفيتش راح راح راح، لاعب على لاعب، بمر 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 وينهيها في المرمى، لا والله كاسيو، لا والله كاسيو كاسيو كاسيو، يقول لبريتشوفيتش موجود أنا. الاتحاد كان مضيء، الاتحاد كان مشع، كرة ملعوبة إلى الأمام رأسية وفرصة، وفواز القرني، فيتشو راح، فيتشو يجد روما، روما روما روما، لعب على لعب، ممكن روما يبحث عن زميل مين، بريتشوفيتش راسية، لا والله فضلها مقصية لكنها عدت، عدت من عدت من بريتشوفيتش. خطأ لمصلحة البرتغالي عند ساندرو، محاولة وكرة وصافرة نهاية المباراة. أيها الأحبة، أيها السيدات والسادة، مشاهدينا متابعينا أينما كنتم وأينما تواجدتم، أنت في حضرة العميد في مباراة اليوم التي قدم مباراة كبيرة كما يجب، أداء راقم من هذا اللاعب الكبير.